غادي نديرو واحد زوج ثلاثه ونسيب الوطن. نيابة أصالة النفس ونيابة عن كل الأطر التربوية، أود أن أرحب بكم جميعا بمؤسستكم بمدرستكم مدرسة ولاد البوريمي، وأشكر كذلك الإخوة في منظمة الشافات سفراء السلام، كما أشكر الإخوة رجال الأمن الصاهرين على الأمن بالمدينة على تفضلكم وحضوركم معنا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية. هذا اليوم الذي يخلد بصفة عامة في جميع مدارس المملكة المغربية تحت شعارات مختلفة سنويا يختلف شعارها، اليوم اختير لها شعار السلامة الطرقية سلوك وتربية، بمعنى أننا نخلد يوما وطنيا لابد من رجال الأمن مشكورين على أنهم يوضحوا لنا الطرق ووقاية من حوادث السير، ولكن المؤسسة كذلك تلعب دورا كبيرا لأنها لم تعد تقتصر على التعليم والتدريس، بل أصبحت تؤدي دورا إضافيا، دورا يعتبر كهو تربويا ولكن ذات بعد مجتمعي آخر اللي هو تلقين التربية والسلوك خارج المؤسسة. وبالتالي فنحن كأطر سواء إدارية أو تربوية نشتغل معا من أجل ترسيخ السلوك الإيجابي أو السلوكيات الإيجابية عند الناشئة ولدى الأطفال موجود معنا الآن، وكذلك نحاول أن نصحح سلوكات سيئة لدى تلميذات وتلاميذ مؤسسة أولاد البوريمي. بطبيعة الحال المؤسسة قريبة من طريق الثانوية الإقليمي موجودة قرب المؤسسة، لذا الإخوة في منظمة سفراء السلام مشكورين لأنهم رأوا واعتقدوا بأن المؤسسة قريبة من طريق الثانوي، ولهذا فكروا في برمجة مدرستنا في مدينة زايو من أجل تلقيني وإعطاء دروس وتحسيس التلاميذ وتوعيتهم حول معرفة حقوقهم وواجباتهم أثناء سيرهم على الطريق. وحتى لا أطيل أشكر الجميع، أشكر السادة الأساتذة والأستاذات، أشكر رجال الأمن كما قال السي حدا قائد موجود معنا، قال للتلميذات والتلاميذ داخل المؤسسة بأننا نحن كرجال الأمن ما كنخوفوش، راه رجل الأمن منين تحسوا بالخطورة خصنا نقربوا عنده، رجل الأمن منين نحسوا بواحد الحاجة بلي كتغامرنا خصنا نقربوا عنده باش يحمينا كما راه كيحمي الآن المؤسسات التعليمية، وحنا ناعسين بطيورنا ويقوم بالواجب ديالو، وانتم ناعسين وحنا ناعسين، ولكن تلقاو الشرطة كتدور في مدينة زايو حماية لمن؟ حماية لأرواحنا. وتلبية لهذه الدعوة التي قوي أشكرهم جميعا، وأشكر كذلك الأستاذ الهاملي اللي موجود معنا، هو الأب ديال الأستاذة مروان الهاملي اللي موجودة معنا تهي أستاذة في هذه المدرسة. شكرا للجميع. باسم المديرية العامة للأمن الوطني، باسم السيد رئيس وقوات الشرطة بزايو، باسم كافة العناصر الأمنية، الشكر الجزيل للسيد مدير مدرسة ولاد البوريمي على الاستضافة، شكرا على حسن التنظيم، كذلك نشكر السادة الأطر التربوية على المشاركة ديالهم معنا والحضور ديالهم معنا في هذه الأمسية السياسية لفائدة التلاميذ والتلميذات، نشكر أيضا كل التلاميذ الحاضرين معنا، كذلك دون ان ننسى التوجه بالشكر الجزيل للمواقع الالكترونيه
موقع زيو لكم، كذلك موقع زيو سيتي وموقع روضوح. كذلك نشكر السيد المفوض الوطني الأستاذ العاملي، المفوض الوطني لكشافة سفراء السلام محلية زيو، على الحضور ديالو معنا وعلى المساهمة ديالو معنا رفقة الطاقم. إذا تخلد بلادنا اليوم الوطني للسلامة الطرقية التي يصادف 18 فبراير تحت شعار الحق في الحياة. إذا في إطار الشراكة المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية، تنظم مدرسة ولاد بوريمي نشاطا تحسيسيا حول السلامة الطرقية لفائدة الناشئة. إذا كما تعلمون أن المديرية العامة للأمن الوطني تهتم أساسا بمجال السلامة الطرقية وخاصة داخل المجال الحضري.